يعني تجاوب مع البرنامج كبيت ونفسي وخوف علي أولاد كتير. كنت أسمع يعني ما راح علي الحمد لله ولا لقاء، وكتير متفاعلة معكم، بس كان صعب إني أتواصل. مرات النت يقطع، مرات يكون في عنا قصف. الوضع كان كتير الفترة اللي ماضية سيء جداً، بس للأمانة استفدت كتير كتير. ويمكن الإشي النفسي اللي كنت تدعمينا فيه والإشي الروحاني كتير أثر علي إنه إيجابيا كتير. طبعا طبعا الدورة جدا قيمة، وبقدر أحكي لك إنه السهل الممتنع، يعني قديش أنت واصلة لمستوى عالي من الثقافة والعلم والبحث، وتعبانة كتير قديش قدرتي إنك تسهلي وتيسري الأمور وتوصليها بطريقة كثير حلوة. الحمد لله. كنت أتمنى إنه أتعرف عليكم أكثر، أشارك أكثر. إيه الدورة أنا بالنسبة لي كثير كانت فائدتي عظيمة فيها. أنا كمان يمكن أنا دخلت على فلسطين وأنا ما بعرف فلسطين، يعني أنا صح فلسطينية بس كنت برا، وجيت على فلسطين وعانيت داخل القرى والوضع واليهود، حياة صعبة عن جد، إنه أرض رباط. قدرت يعني الحمد لله من خلال تعليمي، من خلال قدراتي اشتغلت على حالي، مرض زوجي، وضعي اللي كان يعني كثير ظرفي كان سيء بعد وفاة زوجي، أقدر إني أمشي المركب اللي أنا ماشي فيه وأوصل أولادي لبر الأمان. بس كل الدورات اللي أخذتها وكل إشي تعلمته وكل إشي قدرت أطبق يعني أزيده وأرتبه زي هاي الدورة، لا دورة كان يمكن أجت في وقت بجد أنا بحاجة إلها، بحاجة لأنه حدا يدعمني، حدا يرجعني إنه في ربنا، واللي عند ربنا قريب، وشو ما بيجيب ربنا كله أجر وثواب. طبعا يعني دكتورة رحاب إنساني رائعة جدا، يعني رغم كل العلم ورغم كل إشي بساطتك روحك الحلوة. يمكن كمان أنا أتوقع إنه أنت كمان أكيد مريتي بمعاناة كمان خلتك تحسي بالناس، وخلت في وصل بينك وبينهم الإحساس والقلب الحلو الطيب بيقدر بسرعة يدخل لقلوب التانيين، وأنت بجد دخلتي قلوبنا. أنا ما بعرفك بس أتمنى إنه أشوفك وأضل على تواصل معك. وشكرا كثير لكم كلياتكم، كثير الستات كانوا راقيين في التعامل، حتى الستات اللي هيك تفرغوا خلال وصلونا لمرحله انه احنا عائله واهل، وقديش هم واثقين فينا، قديش هم هيك فضفضوا معنا امور في حياتهم الخاصه. كانت هاي اللمسات كثير حلوه انه الواحد لإله عن جد عائله جديده، واتمنى انه اضل متواصله معكم، وعن جد شكرا كثير لكم. احنا اللي بنشكرك يا مريم، وسعداء جدا بوجودك معانا، واحنا هنفضل متواصلين كل اسبوع بشكل اسبوعي، بنتقابل اسبوعيا. وانا عايزه اطمن عليكي وعلى فلسطين، انت قاعده فين في فلسطين دلوقتي؟